الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وحدة تدريبية جديدة. الوحدة عبارة عن دقة التصويب. هنبدأ معكم ونشرح لكم التمرين واحدة واحدة. يلا بينا. هنبدأ هنا بالكرة زجزاج زي ما انتم شايفين، ونعدي حوالين الكرة نلف ونعمل باص، وبعد كده نتحرك على الكنز التاني ونسدد الكرة زي ما انتم شايفين. ماشي قول لي ركز بطلع ولا ده رجلي تمام هركز لحد كده اطلع يلا كويس صحيح ماشي طالش يلا يلا كمل ماشي لم نفسك بسرعة يلا شفت الكابتن اللي بصيب والله كويس قوي نعم ده اللي انا كنت بتدرب عليه انا وانت كويس كويس يا عم راوي يلا بعد كده بنطور التمرين وبنعمل الاستلام على الطريق نفس اللي كنا بنعمله زي ما انتم شايفين واعمل باص وببدا هنا استلم على الطير زي ما انتم شايفين واعدل نفسي واسدد بسرعه على المرمى الصغير دوس ماشي الله الله كويس كويس عم وبكده نكون وصلنا للنهاية. لو فضلت معنا فاسمع النصيحة ديت، نصيحة المولى عز وجل. ويقول المولى عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.